صباح الخير عم مختار. هذه الكهرباء ميغان 2 اللي بدلنا لها الموتور. صلي على النبي، لاباس الامور مريك، لا الماء ما نقصش، عندها تو 3 جمعات. بار كونتر الزيت نقص في النيفو، شريت لها جوج وقتها فهمنا، نقص في النيفو. باه مبدئيا الزيت نقص من البارتي هذه، شفتوا هاكا فوالا الزيت خرج. وين ثم هذوما لي باستي اللي تحطوا في الكولاس، ثم دو باستي احنا هنا. هذه فوالا هذيك البواتي اللي تجي قبل الفلتراير، انا ما عنديش مفتاح باش نحلها من هنا، تبقى عرفت اللي تضيع الزيت من هنا. فوالا هذاك هو تضيع الزيت فوق الكور بيبيت، هذاك الكور بيبيت اللي قاعدين نشوفوا هذاك اللوطاني بالكل، وتضيع الزيت هنا. هاني مش نابت من بلاصه اخرى. فوالا هذاك هو تضييع الزيت في النيفو هذاك، النيفو هذاك.